بص، هو طبعا كل واحد فيهم مختلف من حتة، كل واحد فيهم فنان في حتته، بس انا كريم بشوفه مختلف عن كل، يعني هو كريم هو ممثل جان كوميديان، نادرا لما تلاقي عندنا كوميديان جان، يعني هتلاقي كوميديانات بس كاركترات، يعني مش هتلاقي جان. الجان دي صعب قوي تلاقيها عندنا، هو مفيش غيره اعتقد ان هو الممثل الوحيد اللي جان كوميديان. فكريم لما بيمثل دراما ويعيط بتصدقه وتحزن معاه، ولما يحب يضحكك بيضحكك، فهو عنده قبول من ربنا وخفه دم مش موجوده عند اي ممثل. حتى كواليس المسلسل انا كنت بضحك في الكواليس اكتر من وانا واقفه على المسرح مع كريم. يعني كريم مثلا ممكن ابقى بعيط، داخله اعيط في مشهد، يعني لو انا واقفه في مسرح ومعايا كوميديانات مش بضحك زي ما انا بمثل وانا بضحك مع كريم. يعني كريم قبلق في الكواليس وانا مثلا بعيط داخله بجهز نفسي، فهو يقول حاجه لحد فاموت. حتى في الكواليس، يعني حتى في الكواليس ويقعد يهزر مع كل الناس زي بعض، ما عندوش حد احسن من حد ولا حد اعلى من حد ولا، ومتواضع جدا. يعني هو اللي يخش اللوكيشن يجي يسلم عليك، مش يستناك. يعني انا قابلت ناس فنانين بدون ذكر اسماء، يعني ما يعتبروش فنانين، يعني اللي هو عمل ولا عملت لها كم عمل ففاكره نفسها نجمه مثلا، فما يخش يسلم على حد، لا هو اللي بيروح.